ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. الله أكبر. هذا لا أعرف طائفة معينة لذلك، لكن قد يقع من بني آدم، قد يقع من بني آدم أن يظن بالله هذا الظن والعياذ بالله، بأن من صدق الله في الرغبة والرهبة واللجوء إليه والرجاء فإن الله يخيبه، وهذا لا شك أنه ظن سوء بالله، لأن الله عز وجل أكرم من خلقه، وإذا رجع العبد إليه بصدق فإنه يعصمه. ولهذا أمرنا عند قراءة القرآن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل العصمة من وساوسه، وأن يحول بيننا وبين فهم كتاب الله والتلذذ بقراءته. نعم. سبق أن من تمنى الشهادة وكان راغبا فيها فعليه بلغه الله ونزل الشهادة. نعم. في الآية ابن القيم قال إن الله في قوله تعالى ويعلم الصابرين، قال لا يجازي العمل إلا بعد أن يعمل. لا يعني مراد القصد بذلك لما قال ويعلم الصابرين رد على قول من أورد على هذا شبهة، بل أليس الله عالما بالصابرين قبل أن يصبروا؟ الجواب بلى، ولكن العلم الذي قبل أن يصبروا هذا لا يترتب عليه الجزاء. فالمراد رحمه الله الكلام على آية معينة الحديث. الحديث نعم صحيح، لأن هذا أعطاه الله تعالى أجر العام. يعني هذه النية الصادقة قامت مقام العمل فكأنه عمل، ما في إشكال. نعم. بسم الله عليك. إذا استدعى الله سبحانه وتعالى برغبة ورهبة وظن بالله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاءه أو لا يجيب دعاء لأنه يأكل أموال الناس بالباطل أو لأنه يأكل الربا، هل يعتبر من الظن بالسوء؟ أنا أعتقد أن الذي يفعل ذلك مستهزئ بالله. كيف تدعو الله وأنت تعرف أنه منجيك؟ ويقول كذا بعض الناس كلمة تهت الصغير لله سبحانه وتعالى. لا تفكر واحد أن أحدا يدعو الله إلا وهو يؤمن الإجابة. قد يتهم نفسه لكن في جانب الله ما يتهم الله بعدم الإجابة، ولكن استريح وريح نفسك ما دام أنت عارف أنك كنت مقبول لأنه لدعائك، ريح نفسك.